أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من هنا سوهاج، والتي نتابعها مع حضراتكم من داخل مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج. فتعالوا معنا وهنا سوهاج. مهندس مصطفى هارب خذاوي، رئيس مدينة أخميم الجديدة، ونحن بمحافظة سوهاج، يسعدني أن أرحب بحضرتك بشمهندس مصطفى. أهلا بكم في مدينتكم، مدينة أخميم الجديدة. شكرا بشمهندس. يعني المدن الجديدة لها طابع مميز، يعني احنا دلوقتي لو في سوهاج المدينة القديمة زحمة ومواصلات لا، احنا يعني واقفين في منظر بأمانة، منظر جمالي، منظر حضاري، خضرة، الهدوء، الوسع، النظافة. الأول نتكلم عن مدينة أخميم الجديدة، وبعد كده نتعرف على أهم الخدمات وإنجاز وشغل حضرتك على أرض الواقع اللي احنا شايفينه ولمسينه بأمانة في مظهر جمالي وحضاري زي مدينة أخميم الجديدة. مدينة أخميم الجديدة نتعرف عليها ازاي من خلال نقاط من عند حضرتك يا رئيس؟ مدينة أخميم الجديدة هي بوابة محافظة سوهاج من الناحية الشرقية. هي مدينة أسست لخدمة محافظة سوهاج لتوفير فرص عمل وتوفير سكن ملائم لأهل سوهاج. هي مساحة بمساحة تقدر بحوالي 9930 فدان. المدينة تعتبر هي عبارة عن مدينة سكنية صناعية، طبعا وده الهدف الاساسي منها، ان السكني حيوفر المناطق السكنيه لاهالي سوهاج بخلاف المنطقه الصناعيه لتوفير فرص العمل الملائمه لجميع سكان اهالي سوهاج. وقربها يعني من سوهاج المدينه او المدن المحيطه بها يجعلها كعامل، تكون عامل جذب لليد العامله والعماله هنا. مدينه أخميم الجديده تقدر مسافه بينها وبين مدينه سوهاج الام بحوالي نصف ساعه. تمام، يعني لو حد شغال في سوهاج الام ممكن ياخذ سكن ويسكن هنا، يروح ويجي بسهوله. هو في سكان بالفعل من مدينه سوهاج الام في مدينه أخميم الجديده، طبعا ده بيوفر لهم فرص العمل القريبه في داخل المدينه. تمام. والمدينه هنا طبعا مترابطه ارتباط كلي بالمحافظه. تمام. ومراكزها. تمام. نيجي على المدينه من الداخل يا باشمهندس، ايه اهم الخدمات اللي عندنا مثلا في المدينه اللي تكون عامل جذب للمواطن السوهاجي وتوفر له خدماته من كل المجتمعات؟ عندنا طبعا في سياسه هيئه المجتمعات العمرانيه وفي سياسه وزاره الاسكان برئاسه معالي وزير الاسكان، طبعا التخطيط العام للمدن الجديدة عموما بتعتمد في أساسها على أن توفير كافة الخدمات الموجودة لها، سواء الأنشطة المتنوعة بالإضافة للمساحات الخضراء والمساحات الشوارع. فالتخطيط بتاع المدن بيراعي المشاكل اللي دايما في المدينة الأم، لأنه في الأصل أن هو بيوفر كل المناخ اللي بيراه المواطن ملائم ليه، أو بيحس بيبقى متطلبات المواطن داخل المدن الجديده. فمدينه أخميم الجديده طبعا هي وفرت سكن، عندنا 2432 وحده اسكان اجتماعي داخل المدينه بخلاف قطع الاراضي المتنوعه، سواء اسكان متميز او اسكان متوسط لاهالي سوهاج بمساحات في متناول المواطن السوهاجي، بحيث انه يقدر هو يشتري الارض ويقدر يبني براحته وفي مدة زمنية محددة بتتناسب برضو مع المواطن. المدينة طبعا متوفر فيها المنشآت الحكومية بالكامل، عندنا في مبنى البريد، في مبنى الإسعاف، في مبنى عندنا وحدة صحية، في حياة الترفيه زي الملعب الخماسي، عندنا 2 ملعب خماسي في المدينة، في بعد كده عندنا طبعا في نقطة شرطة، في وحدة الحماية المدنية موجود، مبنى المباني دي موجودة. فأنا عندي الخدمات هنا، المنشآت الخدمية موجودة داخل المدينة. طيب يا باشمهندس، المتنزهات والحدائق داخل المدينه
عموما المدن الجديده دايما اهتمامها بالمسطحات الخضراء والحياه الترفيهيه للمواطن. احنا واقفين في ميدان ومدخل المدينه يعني حاجه بامانه حاجه تفرح، يعني مساحات خضراء كبيره، التقسيم هنا يعني كويس يعني فوق الرائع بصراحه، يعني راحه وهدوء نفسي. المساحات الخضراء ايه نظامها؟ احنا عندنا في المدينه بالنسبه لنا هنا طبعا بنهتم ان ما نوجد السكن مع مداخله المسطحات الخضراء اول باول، يعني هنا بننفذ وحدات الاسكان الاجتماعي بنبقى عاملين حسابنا ان معاها المسطحات الخضراء. بنهتم برضه بالميادين والجزر، ان هي في جزر تبقى عندها عروض تعدى 12 متر فدي بتبقى اهتم بالمسطحات الخضراء فيها كمتنفس للمدينه للاهالي سوهاج عموما، والميادين بتبقى موجوده بمسطحات خضراء كبيره، يعني هنا المساحه مثلا لا تقل عن 3 فدان هتبقى هي مسطح خضراء او مسطح اخضر متوفر كمتنفس لاهالي سوهاج، ان هو ممكن بيستخدمه كمتنزه سواء نهاري او ليلي. في عندي داخل جوه بعد كده احنا حتى في المخططات المستقبليه عندنا كده ان في كل منطقه سواء قطع اراضي او مناطق عمارات لها المسطحات الخضراء الخاصه بها. تمام، ده حتى ممكن يكون مش متنفس لاهالي خميم بس، ده ممكن يكون متنفس لاهالي سوهاج. بالفعل هي متنفس لاهالي سوهاج، يعني حتى القرى المحيطه بنا وبالمدينه ممكن يجي يقعد هنا يستفيد يستجم. هو في الاصل انشاء المدينه لخدمه سوهاج بالكامل. تمام. المرافق، غاز، الميه، الصرف، الكهرباء، الخدمات يا باشمهندس. المدينه هي بتشتغل عندنا طبعا الخدمات متوفره في المناطق اللي هي تم التنفيذ فيها او احنا مطروحه للبيع كقطع اراضي او هي كما مناطق وحدات الاسكان الاجتماعي. المناطق في مناطق طبعا بتخطط وموجوده هنبدا فيها الترفيق، في مناطق معموله مستقبلي كمخطط لسه هيتعمل له الدراسات بتاعته لاعمال المرافق، فالمرافق متوفره عموما في المدينه. تمام. كبنيه اساسيه. طيب الخدمات الشرطية، يعني انا هنا مقيم مثلا لو في مشكلة مثلا الدنيا مؤمنة كويس؟ الدنيا امانة؟ الدنيا الحمد لله هنا الموقف امن تماما. مبنى عندنا في مبنى الشرطة وفي جار التنسيق مع طبعا السيد اللواء مدير امن محافظة سوهاج، فهو راجل مداعم تماما وبيجهز خلاص وتبقى فيه ان شاء الله يجي استلام للمبنى. تمام. وتبقى فيه قوات موجودة فيه باذن الله قريبا ان شاء الله. لو انا مستثمر وعايز استفيد من المنطقة الصناعية هنا في مدينة تخميم الجديدة يا باشمهندس، ايه الاجراءات والخطوات اللي انا ممكن اعملها عشان احصل على قطعة مثلا او دكان او محل ان انا اجري فيه استثمار؟ احنا عندنا في حاجات تبقى طبعا هو اسلوب الاستثمار عندنا دي اكثر من اسلوب، في قطع الاراضي اللي هي الاستثمارية، قطع الاراضي الاستثمارية دي بيتقدم العميل بطلبات للجهاز وبننزلها احنا بناء عليه، بتنزل موقع بيبقى من يوم 1 ل 15 من كل شهر بتبقى بينزل القطع اللي متاحه حاليا يعني في اي وقت بتبقى هي بينزل على كل شهر من يوم 1 ل 15. تمام. اللي هو قطع الاراضي الاستثماريه والانشطه اللي مطلوبه وبيتقدم العميل طبعا عليها على الموقع الالكتروني. في البدايه اي طلب بيجي يتقدم عميل عنده اي فكره لاي نشاط احنا بندرسه ونبدا ناخذ الصوره المختصه وناخذ فيه اجراءات بحيث انه هو ينزل على الموقع الالكتروني. السعر مكلف يا باشمهندس؟ لا، الاسعار مناسبه بالنسبه لسعر السوق. تمام. وبيتراعم مناطق، يعني في مناطق هنا بس السعر هنا مختلف عن سوهاج الجديده، مختلف عن سوهاج الام، الاسعار طبعا في المدن الجديده تختلف كليا عن اسعار المحافظه تحت، هي اقل ولا اعلى؟ لا اقل بكثير. ما تبقى احلى الهدف نطمن اهالينا، بس لو حد لديه الفكره او النيه انه يجي يستثمر لا الاسعار في المتناول. الهدف في المدن الجديده هي احنا زي ما قلنا كان التوجهات السياسيه ان خلق فرص عمل وسكن ملائم، فعشان اخلق فرص عمل فكانت راعت الدوله انه يبقى الاسعار هنا مختلفه عن المحافظه اقل من سعر داخل المحافظه عشان يوفر الفرصه كل شيء في الوحده السكنيه، في قطعه الاراضي، في الاستثمار، في كل حاجه. طب في كله طبعا احنا عارفين اسعار تحت في المحافظه اسعار عاليه جدا في الوحدات، احنا الاسعار هنا اللي موجوده عندنا اسعار وحدات اسكان اجتماعي فالاسعار هنا لا لسه
طبعا في انشطه كتير يقدر يتقدم لو المواطن في مناطق، في منطقه صناعيه تقدر بمساحه 220 فدان، تمام، هي انشطه مختلفه ومساحات متنوعه. في منطقه مخازن اللي طبعا في اصحاب مصانع، في محلات طبعا كبيره عاوز اماكن مخازن عندها، ده متوفر داخل المدينه قطع الاراضي للنشاط المخزني. في بعد كده انشطه ثانيه اللي هي الاستثماري، اللي هو حد عاوز ارض كومباوند، هو حد عاوز قطعه تنفع عمارات كمستثمر صغير، تمام، بمساحات 1000 متر، 800 متر، 1500، اللي عاوز 3000 متر، في مساحات كبيره، دي مساحات متنوعه. اللي هو عاوز يحمل وحده قطعه ارض يعملها عماره. طب لو في واحد مثلا عاوز قطعه ارض مثلا 200 متر 250 متر متاح؟ هو دي القطعه السكنيه الصغيره. دي احنا دي متاحه ولا عندنا المساحات دي متوفره، 200 في 200 في 300 متر موجوده المساحات دي. دي بننزلها بتنزل على فترات كده، بيبقى في دلوقتي في حاجه اسمها برنامج اسمه النظام بيع وحدات القطع الاراضي، النظام اسمه مسكن، بينزل كل 3 شهور، بينزل كل مدينه، كل مجموعه مدن بينزلوا قطع للجمهور والاهالي. يعني حضرتك لو حد من اهل سوهاج دولك بيشوفنا قدام التلفزيون وسمع من حضرتك انه لا، مدينه سوهاج الجديده، مدينه تخميم الجديده بتوفر قطع اراضي سكنيه، عاوز يحصل على قطعه ارض يبنيها عماره هو واولاده مثلا 250 متر 300 متر 350 متر، يعمل ايه؟ هو ان شاء الله باذن الله قريبا سيتم عرض طبعا في قطعه، بعض قطع الاراضي على احد المواقع، موقع الكتروني بتاع مسكن، تمام، اللي هو للعرض للجمهور، اللي هو قطع اراضي متوفره للجمهور باذن الله. يعني بيتعامل من خلال بنك الاسكان ولا من الجهاز؟ التعاملات دايما بتبقى كلها من بنك الاسكان والتعمير. انت بس حضرتك بتسلمه القطعه؟ احنا بننزل القطع الاراضي، بتنزل بالمساحات بتاعتها بارقامها، بتنزل بعد كده بتنزل اعلان بيعلن عنها، والتعامل المالي والاداري حتى في القطع السكنيه للمستثمرين برضه لازم ينتظر الاعلان. القطع الارضيه للمستثمرين بينزل من يوم 1 ل 15 من كل شهر. بس ما تقلش مساحتها عن كام يا باشمهندس دي؟ لا، المساحات حسب الطلب. يعني في عميل او مستثمر طالب قطعه ارض مثلا مساحتها 300 متر 500 متر. دي متاحه حاليا؟ دي موجود. في واحد عاوز 5 فدان، واحد عاوز 10 فدان، يعني هو حسب المساحه المطلوبه. تمام. يعني ده ما بيستناش الاعلان الرسمي اللي هو بتاع البنك، لا، دي بيجي يتوجه قطع على الاراضي السكنيه، هي التعامل طريقها بيبقى عن البنك، لكن الاستثماري بيبقى ليه موقع ثاني خالص عندنا في الهيئه. طب نوضح برضه موقع شهري، نوضح للساده المشاهدين ايه الفرق بين الاستثماري والقطع السكنيه. القطع السكنيه دي انا بوفر سكن للمواطن، وطبعا انت عارف الدوله دلوقتي بتدعم المواطن ازاي يعني. لكن الثاني الاستثماري ده شخص، هو راجل عاوز يستثمر، فانا بوفر له قطعه ارض سعرها اقل بكثير من سوهاج الام، عشان يقدر هو يبني نفسه ويبدا يستثمر في المدينه ويوفر. يعني ياخدها يبني عليها وحدات سكنيه ولا يعمل عليها مشروع استثماري؟ سواء ما هو من النظام الاستثماري، ان هو ممكن لو عاوز كارد كومباوند في متاح، عاوز اراضي مستثمر صغير ويعملها عمارات، ده متاح، تمام، للجمهور عادي، ما فيش مشكله خالص عندنا. تمام. مشاهدين، وانا هنا بكلم كل اهالي سوهاج وخارج المحافظه للاستثمار ولا المستثمر للاستثمار على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه، لو حد بيشوفنا او بيسمعنا دلوقتي وعايز يستثمر في مدينه تخميم الجديده، وهي مدينه واعده وايامها ان شاء الله جايه، نظرا لقربها والطريق الصحراوي الشرقي احنا قصاده دلوقتي، يعني ممكن تيجي من القاهره تنزل على مدينه تخميم الجديده ثم سوهاج. الاستثمار يعني ان شاء الله قادم ولها مستقبل واعد في هذا المجال. لو حد يرغب في الاستثمار لا ما يستناش الاعلان، اللي هو ممكن ياخد له سنه او سنتين طبقا لتصريحات المهندس مصطفى رئيس مدينه تخميم الجديده، من يوم 1 ليوم 15 شغال الحجز. لو حد من المستثمرين عاوز يستثمر، اللي هو المستثمر الصغير زي ما حضرتك بتقول، المستثمر عموما اي قطعه استثماريه سواء اقل من 5 فدان او اكبر من 5 فدان، تمام، ده سواء داخل مصر او خارج مصر، من يتقدم واحد
احنا تحت امره. تمام زي الفل، يعني بشرى لكل اهالينا هنا في سوهاج انه لا عايز تستثمر تعالى الجهاز وهتحصل على قطعه ارض من 305 فدان زي ما بيقول البشمهندس. طيب بشمهندس، يعني الدوله وسياسه الدوله والقياده السياسيه، يمكن مدينه تخميم الجديده بدات تظهر للمواطنين وتقدم خدماتها زي ما حضرتك قلت قبل ما نسجل في 2015 في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا فكر السيد الرئيس في دعم وتنميه وانشاء وخلق مدن جديده شايفه ازاي وحضرتك كرئيس مدينه تخميم الجديده؟ المدينه القرار الجمهوري بتاعها طلع في سنه 2000، تمام، مرت بمراحل اضافه وحذف مساحات. البدء اللي كان البدء يعتبر احنا بنعتبره بدء فعل المدينه، المشروعات اغلب المشروعات اللي اتعملت في المدينه وبنسبه يعني تعدى 95% كلها بدات من عهد 2015. تمام. فكان توجه السياسه بتاعت فخامه الرئيس انه الاهتمام بمدن الجديده واهتمام بمدن الصعيد على وجه الخصوص، وده ظهر تماما في مدينه تخميم الجديده. تمام. يعني احنا في مدينه تخميم الجديده التطور الكلي للمدينه كله بدا من عام 2015. تمام. السيد الرئيس كانت تعليماته واضحة وصريحة انه لا لازم ننشئ متنفس ثاني للقرى للمدن الام. فهو كان فيه اهتمام انه هو يبقى فيه اماكن تم التخلخل للسكان من داخل المحافظة للمدن الجديدة، يبقى فيه توفر لهم السكن الملائم اللي يتناسب معهم طبعا بكافة الخدمات بالمناطق الترفيهية. فكان بناء عليه تم البدء والاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات في مدينة تخميم الجديدة. المدن دي بتكلف يا باشمهندس انشائها وترفيقها وتسكينها، بتكلف الدوله ميزانيه ومباني؟ ما هي الدوله بتعمل عشان المواطن، فبتحط مجموعه من المشروعات منها المدن الجديده فبتضخ لها مبالغ بكل مدينه في بدايه الانشاء حسب المخططات بتاعتها. فمثلا احنا هنا في الاستثمارات اللي بدات في مدينه تخميم جديده حتى تاريخه في حوالي ما يقدر ب 2 مليار جنيه اللي هو استثمارات اللي تنفذ بها المشروعات داخل المدينه، بخلاف الاستثمار بتاع القطاع الخاص اللي هو سواء افراد او هيئات اخرى بخلاف وزاره الاسكان بيبقى مقدر ب 3 مليار. تمام. مصطفى، الفترة القادمة بإذن الله، يعني تصور حضرتك لتخميم الجديدة وما سيتم يعني إن شاء الله تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة القادمة. طبعا هي توجهات القيادة السياسية للاهتمام الكل بالمدن سواء الأم أو المدن الجديدة، وإن كان في اهتمام برضه غير عادي. طبعا احنا عندنا في توجه إنه واخدين توجهات من القيادة السياسية الاهتمام بمدينة تخميم لتوفير كل سبل الراحة للمواطن السوهاجي وتوفير كل فرص العمل والوقوف وتوفير مع المستثمرين وتسديد أي عقبات تقف ضد الاستثمار في المدينة. فاحنا بنقف يد واحدة مع كل القيادة السياسية داخل المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. ممكن يكون في مشروعات او اي حاجة اضافة تاني للمدينة خلال المرحلة الجاية؟ ما احنا بنشتغل طبقا مخططات مستقبلية. احنا عندنا تنفيذ المدينة انه يستوعب 220 الف نسمة حتى سنة الهدف اللي هو سنة 2050. تمام. فبنشتغل على خطط معينة سنوية وفي خطط خمسية. بيبقى احنا عندنا مخططات بحسب الاستيعاب، بشتغل المنطقة اللي انا بخططها ونخلص البنية الأساسية بتاعتها وابدأ الجمهور سواء كقطاع أراضي وأوفرها وأخلص وأبدأ أفنش بعد كده شغل الغاز والمرافق بتاعتي وأعمل الزراعات واللاندسكيب والمناطق الترفيهية وأوفر للمواطن كل سبل الراحة. تمام. وأبدأ بعد كده المناطق اللي بعدها، يعني وأبدأ أشتغل يعني تدريجي. العملية مش عشوائية كده، لا ده في جدول وفي خطة تمشي عليها كمدن جديدة. طبعا في مدن معمول لأي كل مدينة ومدينة تخميم معمول لها إن هتبدأ من سنة كذا مشروعات تعلمتنا بالشغل بتاعها، وإن المفروض إن أنا أنتهي سنة 2050 يكون المدينة خلاص وصلت ان انا خلصت التخطيط بتاعها وابدأ افكر في ايه في مشروعات اخرى داخل المدينة. تمام.
العمل الإداري والمجموعة اللي بتعمل مع حضرتك كبشمهندس أكيد في توجيه مثلا مباشر ومتابعة مستمرة من حضرتك للسادة نواب الجهاز أو العاملين بالجهاز. طبيعة العمل مع مجموعة العمل أو دولاب العمل زي بنقوله، تتعاملوا إزاي وتشتغلوا إزاي في المدينة؟ دولاب العمل طبعا احنا عندنا في المدن كان في توجهات من الدولة انه يبقى في تدريب للعاملين الاول، وبدأت دورات تدريبية للعاملين بحيث ان يبقى مشتغل كلنا جروب عمل واحد، بقى قاعدين موجودين نشوف الزلزال المواطن ايه العقبات، نشوف ايه لو في مشاكل في عندنا في المشروعات تتحل فورا، حل بقى في اي مشاكل مع اي مواطن او اي مستثمر يتحل على طول فورا. العمل طبعا في عمل دؤوب، متابعة دورية لكل المشروعات، متابعة دورية لمناطق الإسكان واحتياجات السكان، متابعة دورية لاحتياجات المستثمرين وعقبات اللي بتبقى موجودة معهم، ويتم التصرف وتنفيذ ومعالجة أي مشاكل تحصل فورا. تمام. رسالة توجهها لأهالي مدينة خميبة الجديدة ولكل أهالي سوهاج يا باشمهندس. أهالي سوهاج طبعا دول ناسي وأهلي، فبقول لهم دي انتوا هنا معاكم في مدينة هنا اسمها خميبة الجديدة، فرصة تعالوا الحقوا دلوقتي اسكنوا في مدينتكم، الحقوا قطع الأراضي، انت أسعار النهاردة بسعر ممكن بكرة تبقى مختلفة تماما، ففرصة إن الناس تيجي تلحق تستثمر في سوهاج، أو اللي هو عاوز قطعة أرض يجي في مدينة خميبة الجديدة هنا، اللي عاوز يستثمر فرص ان هي طبعا انت عارف ان هي خميمة احنا على مدخل الطريق الشرقي، طريق الجيش اللي هو طريق اسوان والقاهره الشرقي، ومدخل سوهاج من ناحيه الشرق، فدي فرصه عظيمه ليهم ان هم يلحقوا دلوقتي فرص في مدينه خميمة الجديده. شكرا. الله يبارك. مهندس مصطفى هارب خديوي رئيس مدينه خميمة الجديده، بشكر حضرتك، وان شاء الله مدينه واعده ان شاء رب نشوفها ان شاء الله يعني في مقدمه المدن الجديده على ايدين حضرتك، ومع مجهودك وتعبك ان شاء الله مع العاملين جميعا في الجهاز نشوف خميمة الجديده دي باذن الله يعني تضاهي بها المدن الجديده، مش المصريه، عايزينها تكون ان شاء الله تضاهي المدن العالميه باذن الله. انا اشكركم على حضوركم هنا في المدينه، وانا عارف انه طبعا جيتوا من التلفزيون ومشقة السفر، بارك الله فيكم، وإن شاء الله بإذن الله المدينة مدينة واعدة، المتوقع لها فترة قصيرة إن شاء الله هتبقى حاجة كويسة خالص، وبالتوفيق إن شاء الله لأهل سوهاج كلهم. شكرا. شكرا. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة، وهنا سوهاج.